اهلا بحضراتكم معانا مره تانية، نكمل الجزء الثاني من اخبارنا. امبارح كنت بتكلم في المداخلات مع الساده الخبراء عن ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الاعلى للاستثمار في اجتماعه الاول بعد اعاده تشكيل المجلس، وكنت اهم حاجه لو تابعتوني كنت اهم حاجه باكد عليها الاطار الزمني ايه؟ امتى هيخلص الاجراء الفلاني؟ النهاردة الحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي بيقول ان اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار جه في توقيت مهم، وانه كل الجهات بتعمل على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية اللي الدولة بتقوم بيها، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة في خلال المرحلة المقبلة. في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد دكتور مصطفى ان الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأنه الدولة بتستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات اللي بتواجه المستثمرين. وده اللي كنا بنتساءل عنه مبارح، واللي من غيره تصبح الـ 22 قرار اللي اتخذهم المجلس مبارح غير مواكبين لاحتياجات مصر لزيادة جذب المستثمر. تعالوا نشوف الفيديو. حضراتكم النهاردة في المؤتمر الصحفي اللي بيعقد بعد اجتماع مجلس الوزراء، والحقيقة يمكن يعني أنا وجدت هذا الموضوع فرصة جيدة جدا إن احنا نعرض بالتفصيل مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار اللي شرفنا برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي له امبارح بعد إعادة تشكيل المجلس. والحقيقة هذا الاجتماع كان شديد الأهمية، والتوقيت الخاص به توقيت مناسب جدا، عشان يعني الحقيقة فخامة الرئيس الحقيقة بدأ يعني تعليق مهم جدا ان الدولة المصرية النهاردة في مرحلة فارقة، وان احنا محتاجين كلنا يعني كل الجهات اللي موجودة في الدولة تشتغل بهدف رئيسي وهو مهم، وهو زيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في المشروعات التنموية للدولة المصرية بتقوم بيها، ولا بد أن يكون هناك ثورة وجرأة شديدة في اتخاذ القرارات ومراجعة كل القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية اللي موجودة بهدف شيء واحد، إن احنا نسرع ونيسر من الإجراءات بهدف جذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص إنه يتولى الريادة مع الدولة في المرحلة القادمة. الحقيقة يمكن يعني أنا اللي هعرضه على حضراتكم النهاردة، احنا طبعا كان يعني بناء على توجيهات سيادة الرئيس على مدار الفترة اللي فاتت الحكومة المصرية احنا كنا شغالين على العديد من القرارات والإجراءات، وكان الحقيقة المؤتمر فرصة ان احنا اولا نستعرض ايه اللي الدولة عملته، وبالذات في اخر عام تحديدا من مايو 22 حتى الوقت الحالي، وايضا نعرض التوصيات أو مقترح القرارات اللي هتخرج أو خرجت بالفعل من المجلس أمس. والحقيقة كانت هذه القرارات هو نتاج جهد كل زملائي من الوزراء ومن الجهات المعنية في الدولة، جهات كثيرة موجودة والسيادية في الدولة أيضا ساعدتنا في هذا الموضوع، بحيث أن احنا نخرج بمشاركة القطاع الخاص، ودي كانت بناء على الاجتماعات الكثيرة جدا اللي احنا كنا بنقوم بيها سواء أنا على مستوى مجلس الوزراء أو السادة الوزراء مع كل مؤسسات القطاع الخاص اللي موجودة في الدولة، جمعيات المستثمرين، الغرف، مجالس التصدير، وكنا بنستمع إلى شكاويهم أو التحديات اللي بيواجهوها، وبناء عليها صغنا هذه القرارات بناء على كل المدخلات اللي من كل الجهات. فاسمحوا لي كده هستعرض مع حضراتكم سريعا إيه اللي احنا توافقنا عليه، ولأن سيادة الرئيس بناء على هذه القرارات اللي تم الموافقة عليها وجه الحكومة بطريقة واضحة تماما ان يتم وضع برنامج زمني وتحديد في كل قرار مين الجهة اللي هتبقى مسؤولة عن تنفيذه، وهيبقى ان شاء الله على طول في متابعة من سيادته، وان كان في التوجيه ان هيبقى في تركيز الفترة الجاية على يعني دورية انعقاد المجلس، ويمكن هيبقى يعني كان تبقى القرار ان يبقى كل 3 أشهر بينعقد، كان توجيه سيادته لا احنا ممكن نصل ان احنا نجتمع شهريا
في البداية أو بالأكثر على الأكثر كل شهرين عشان نتابع أولا تنفيذ القرارات اللي احنا بناخدها، وكمان لو في قرارات أخرى احنا شايفين إنها هتبقى بتساعد في يعني زيادة جاذبية مصر للاستثمار هناخدها برضو في الاجتماعات القادمة. النقطة اللي أنا عايز أقولها وده أرجو من حضراتكم يعني أنا بشرحها للمواطن المصري بطريقة بسيطة جدا، الدايجرام اللي احنا قدامنا أو الرسم اللي قدامنا بيوري تطور حجم الاستثمارات اللي كانت بتقوم بيها الدولة والقطاع الخاص مع بعض اعتبارا من عام 2005 لغاية الوقت الحالي. وعايز بس أقول لحضراتكم الأستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. امبارح كان معايا المستشار المالي والخبير الاقتصادي عمرو محمد أحمد للتعليق على ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع الأول مجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وكان سؤالي الكبير عن البرامج الزمنية والسقف الزمني لمسألة تنفيذ الـ 22 قرار. فإذا برئيس الوزراء النهاردة بيطمننا بأنه من أهم مخرجات الاجتماع أمس هي وضع تكليف الرئيس للحكومة بوضع برنامج زمني، ومين الجهة اللي هتبقى مسؤولة عنه؟ يعني هل نتفائل ولا يعني أصل الاجتماعات اللي من النوع ده بيحصل منها كتير وبعد كده يجي موظف ما يرضيش يمضي عطلنا الدنيا كلها؟ وهو ده اللي انا عرضته على رئيس مجلس الوزراء في احد يعني الاسئله بعد ما يعني تم العرض بالتفصيل عن 22 قرار. قلت له بالتحديد ممكن ليس المهم في مثل يعني في القوانين وما لذلك، ولكن المهم في عمليه التنفيذ وعمليه المتابعه، لان ممكن حضرتك ممكن القرار او القانون بيروح الموظف في مكان ما في محافظه ما في حي ما في الوحده المحليه او القريه الفلانيه، وممكن موظف صغير يوقف مثل هذا القرار. ده اللي بيحصل فعلا ومحدش ينكر الصراحة. احنا دائما بنتحدث وحضرتك بتتحدث بكل شفافية، لان هدفنا هو مصلحة المواطن، مصلحة صحيح. الدولة المصرية في الإسراع، لان الدولة المصرية عملت كل ما عليها والمجلس الأعلى للاستثمار عمل كل ما يعني بيملك من صلاحيات وإمكانيات وما لذلك، والهدف هو الاستثمار. طب هل هيعرض علينا كإعلاميين وكشعب هذه الأسقف والبرامج الزمنية؟ يعني هل ممكن بعد يومين ثلاثة رئيس مجلس الوزراء يقول القرار الفلاني سقفه يوم كذا شهر كذا؟ اليوم في المؤتمر الصحفي اللي احنا كنا موجودين فيه مع رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، كل قرار حضرتك أستاذ إيهاب كان مكتوب قدامه الوزارة المعنية بالتنفيذ بالإضافة إلى الجدول الزمني. هناك بعض القرارات يعني المدة التنفيذ بتكون في حدود يعني شهر أو أسبوع وما لذلك، والجهة أو الوزارة المعنية سواء عدد كبير طبعا يمكن كانوا حوالي 7 وزراء موجودين في المؤتمر الصحفي، كل وزارة معنية في هذا الأمر من خلال طبعا العرض اللي هو عرضه رئيس مجلس الوزراء، ولذلك كل وزارة بتأخذ هذا الجدول وبتقوم بالتنفيذ. ولكن المهم أن رئيس مجلس الوزراء بيتابع هذا الأمر مع الوزارات المعنية، بالإضافة تكون هناك زي ما قال في المؤتمر الصحفي هناك اجتماعات دورية مع السادة الوزراء ماذا فعلوا خلال الفترة الماضية، بالإضافة أن السيد الرئيس قد يعقد هذا المجلس الأعلى للاستثمار كل شهر أو كل شهرين علشان يعرف الحكومة ما الذي فعلته في 22. هي دي الفكرة، أن أنا لما أبقى معاد الاجتماع يعني هو طبعا الرئيس ربنا يكون في عونه لأنه بيعمل كل حاجة بصراحة، لمجرد أنه المجلس الأعلى للاستثمار قانونه بيقول نقعد كل 3 أشهر، طب لسه بدري بقى احنا قدامنا 3 أشهر. طيب عايز أتنقل مع حضرتك لموضوع تاني مهم قوي، الحكومة بتقول أن استثمارات القطاع الخاص في العام المقبل هتصل إلى 1,640,000,000,000 جنيه. طبعا ده رقم يعني مذهل. ايه الامارات او الدوافع او المحفزات اللي ممكن تجيب لنا هذا الرقم بالفعل من القطاع الخاص؟
مدلول هذا الرقم اللي هو 1.7 تريليون جنيه في عام 2023-2024 ما حدثت من ثورة وفي اتخاذ مثل هذه القرارات اللي هو خدها المجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة طبعا عملية المتابعة من الحكومة، بالإضافة للسادة الوزراء كان هناك عدد كبير من المحفزات، منها مثلا على سبيل المثال الرخصة الذهبية تم منحها لحوالي 15 مشروع، ولكن بيتم التوسع والذهاب في مثل هذه المشروعات لأن كان في السابق بيقتصر على المشروعات القومية، ولكن بيتم التوسع في عدد كبير من المشروعات، بالإضافة عملية تملك الأجانب يعني للعقارات. دي نقطة برضه كنت أسألك فيها، يعني أنه يبقى تملك الأجانب للعقارات بلا عدد، مسألة دي أكيد فيها ضوابط أمنية طبعا، يعني مش محتاجين نتكلم فيها. لا، هناك ضوابط زي ما قال رئيس مجلس الوزراء، وهناك عدد من الوزارات المعنية بتقوم بوضع هذه الضوابط خلال الفترة المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة. احنا عارفين الأجانب كانوا ممكن يتملكوا عقارين في مدينتين مختلفتين، ولكن بعد صدور مثل هذه يعني القرارات يجوز له التملك أكثر من يعني من عقار. كذلك بالنسبة لعملية المصانع وعملية المرافق وما لذلك، لا خليني بس قبل ما نسيب حتة الأجانب دي، حضرتك تعلم انه في دول كتير من ضمنهم اليونان على سبيل المثال، وانس ان حضرتك تملكت عقار فانت اصبحت يعني معاك جنسية، ما تاخدش فيزا بقى ولا خلاص، انت بقيت مواطن في البلد طالما انت بتملك بيت. فده يعني مش بدعة، احنا مسألة التملك، بس خلينا نتكلم عن مسألة التملك لأكتر من عقار، لا ده بيفتح الباب قدام رواج لعملة أجنبية في مصر. يعني هو رواج استثمار عدد كبير طبعا يعني من الأجانب يستطيعوا عملية التملك بعد وضع الضوابط اللي هي بيتم وضعها من خلال الوزارات المعنية. والهدف زي ما حضرتك تفضلت هو زيادة الاستثمارات، تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي على أساس، والحمد لله لديك بيئة مواتية بالنسبة للاستثمار لأن هناك إرادة سياسية يعني بتحفز مثل هذا الأمر. ولكن هو دورنا يعني دور الموظفين الصغار اللي هم بيقوموا بعمل عملية التنفيذ، عملية متابعة مثل هذا أو هؤلاء يعني الموظفين، تقليل عملية الاحتكاك المباشر بين المستثمر وبين الموظف عن طريق طبعا عملية الحوكمة ويعني. طب آخر حاجة عايز أسأل حضرتك عليها معلش عشان الوقت، أسألك عن الحوافز اللي أعلن عنها دكتور مصطفى للمطورين العقاريين، هل لدينا أي معلومات؟ يعني هناك حوافز كبيرة من هذا الأمر بالنسبة لتملك الأراضي وما لذلك، يعني في استثناءات كبيرة يعني بيمنحها هذا الأمر بالنسبة للاستثمار العقاري. كانت هناك المبادرة الخاصة طبعا بالصناعة 150 صناعة والزراعة 150 يعني مليار جنيه أن تكون يعني بفائدة 11%، والدولة بتتحمل فارق يعني الفائدة، وانضمت لها يعني منذ عدة شهور أو أسابيع يعني قطاع السياحة بحوالي 10 مليار جنيه على أساس أن أنت بتشجع قطاع الصناعة والزراعة، عملية ترفيق الأراضي وما لذلك وكل هذه الأمور. ولكن المهم هو عملية تنفيذ مثل هذه القرارات على أرض الواقع. أكيد. بشكرك جدا الأستاذ حسن أبو خزيم الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، واتنقل مع حضراتكم لموضوع مهم جدا، اجتماع البنك المركزي اللي بيعلن عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، ودي مسألة ربما جديدة علينا في مصر، هنستجلي برضو يعني تفاصيلها. لكن خليني أقول لكم إنه البنك المركزي بيعلن إجراءات تخارجه من المصرف المتحد عبر تعيين بنك باركليز مستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع لي، بجانب المستشار المالي المحلي CI Capital. البنك المركزي بيعلن في بيان إنه ده تحت برنامج الطروحات الحكومية اللي تم الإعلان عنها مؤخرا في ضوء إعلان الحكومة المصرية عن برنامجها الطموح للطروحات لزيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص. دكتور ياسر شويتة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وكل مشاهدينك الكرام. دكتور ياسر، يعني دي خطوة جريئة جدا أن تدخل البنوك برنامج الطروحات، لأنه
الناس ممكن تتصور ان البنك اللي بيتباع ده بنك ضعيف او بيتهاوى زي البنوك الثلاثة الامريكيين، لكن احنا يعني اخذنا وعود من رئيس مجلس الوزراء ان المشاريع اللي بتطرح دي والشركات اللي بتطرح والمصانع دي شركات جيدة وجاذبة وتحتاج لمستثمر استراتيجي يقدر يطلع منها اكتر من كده. يعني خطوة بقى دخول البنوك ببيع او بتخارج الحكومة من المصرف المتحد، ايه رأيك فيها؟ طبعا حضرتك دي بتعتبر زي ما حضرتك ذكرت بيدخل ضمن الاطروحات الخاصة بالدولة المصرية بشأن بيع 32 شركة مملوكة للدولة المصرية. طبعا عشان نوضح للسادة المشاهدين ان البنك اللي هو المصرف المتحد طبعا انشئ سنة 2006 حوالي 68 فرع على مستوى جمهورية مصر العربية، حوالي 211 جهاز صراف آلي، حجم الأصول الخاصة ببنك المصرف المتحد تتجاوز 60 مليار جنيه، طبعا حجم رأس المال أكتر من 7 مليار جنيه. بكل تأكيد هذه الأمور بتعني أن هذا البنك ليس بنك ضعيف، وإنما كان وأكيد بحقق أرباح كبيرة السنة الأخيرة، هو ده اللي يمكن بيعتمدوا عليه في الحديث في هذا السياق. يعني بكل تأكيد حضرتك، وأن الأداء الخاص به هذا البنك كان أداء متميز ومحقق نمو مستدام وكان بيتماشى مع القوانين السارية للدولة المصرية. بكل تأكيد الدولة المصرية استعانت بمستشار مالي دولي ومحلي علشان يكون في تقييم عادل لهذا البنك اللي هيتم طرحه للبيع للمستثمرين. بكل تأكيد هذه الأمور علشان نوضحها للسادة المشاهدين، الهدف من عملية البيع الدولة المصرية بتقيم هذا البنك بالدولار، وبالتالي هذا الأمر يعني أن الدولة المصرية سوف تحصل على العملة الصعبة من خلال هذه الطروحات لعمليات البيع. طب المواطن هيسأل بقى، طب أنا هنستفيد إيه أو الاقتصاد المصري هيستفيد إيه؟ أولا الاقتصاد المصري هيحصل على الدولار لأن هذا البنك هيتم تقييمه بالدولار وبيعه بالدولار، وبالتالي ده معناه ان الدولة المصرية هتحل اشكالية العملة الصعبة. لان احنا خلال الفترة الاخيرة كان عندنا ازمة دولار، فالدولة يعني كانت بتسعى الى ايجاد كافة الحلول علشان نخرج من ازمة الدولار. طب هل يا فندم خليني اسأل حضرتك دكتور ياسر، يعني البنك ده هل يعني هيعرض بقى في مناقصة مثلا عالمية للبنوك الكبيرة العالمية، ولا ايه التصور لتخارج المركزي من المصرف المتحد؟ يعني طبعا يعني هو طبعا هو التخارج ده مش خروج، يعني هيظل لينا كبلد نسبة في البنك مش كده؟ معصوب حضرتك البنك المركزي اولا بيملك حصة تبلغ حوالي 99.9% اسهم تمام من حصة البنك، وبالتالي هذا التخارج ده معناه ان البنك المركزي بيبيع حصته علشان ينتقل الى المستثمر الخاص، اللي الدولة المصرية بتسعى الى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات داخل الدولة المصرية. ده معناه على ارض الواقع ان الاداء المصرفي للبنك اللي هو المصرف المتحد بكل تأكيد لما هيمتلك القطاع الخاص ده معناه هيكون في تطوير في الأداء، وهيكون في ضخ لعمليات التمويلات للمشروعات القومية اللي بتتم على أرض الواقع من خلال أموال القطاع الخاص اللي هو انتقلت ملكيته للقطاع الخاص. ده جانب. الجانب الآخر حصيلة ما تحصل عليه الدولة من تقييم لهذا البنك عن طريق المستشار المالي الدولي، لأن الدولة المصرية بتلجأ إلى مستشارين ماليين على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. ده معناه ببساطة شديدة للمشاهد ان المستشار المالي ده هيقوم بعملية تقييم لهذا الاصل، تقييم عادل، وبالتالي المستثمر اللي هيجي يشتري هيشتري من خلال هذا المستشار المالي. تمام. وبالتالي لكن هذا الامر حضرتك بتؤكد انه 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 مش يعني مش زي الطروحات التانية اللي بتظل الدولة ليها نسبة كبيرة من الاسهم، عشان ده برضو بيطمئن العاملين في البنك انه ما حدش هيجي يشتري البنك فيستغني مثلا عن عدد من الموظفين. لا طبعا ده بالعكس،
ده أنا النهاردة لما أكون في القطاع الخاص ما هو هيرفع من كفاءة العاملين في هذا البنك. والنهاردة البنك يعني البنك المركزي علشان يحصل على أكبر عائد من عملية البيع بكل تأكيد كانت هناك عمليات تطوير لكل الأمور المرتبطة بالنواحي المصرفية داخل البنك وتعظيم الأصول المرتبطة بهذا البنك ورفع كفاءة العاملين في هذا البنك، علشان في النهاية أنا كبنك مركزي مستفيد أن كل ما كانت فيه خدمات مصرفية عالية وفي أصول قيمتها عالية بكل تأكيد ده هيزود من القيمة بتاعة هذا الأصل اللي بيتم طرحه، لأن هو ده دور المستشار المالي الدولي يقوم بعملية تقييم عادل لهذا الأمر، علشان لما يكون في تفاوض مع المشتري بكل تأكيد هنحصل على أكبر عائد، وبالتالي هذا الأمر هيدعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية. بشكرك جدا دكتور ياسر شويت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وإن شاء الله إحنا شايفين البنوك اللي هي كاملة القطاع الخاص في مصر مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، بنوك ناجحة جدا من ضمنها بنوك يعني مصرية قطاع خاص وبنوك أجنبية، فيعني ما عندناش شك إن الصفقة دي رابحة رابحة، لكن لما تكون بهذه الأرقام بقى الكبيرة اللي سمعناها من دكتور ياسر ده معناه إن شاء الله إنها هتدخل عملة يعني صعبة أو يعني عملة أجنبية نقد أجنبي قوي جدا جدا لمصر، بس إن شاء الله يا رب يعني يتم إجراء الصفقة ديت بشكل سريع ويكون كمان يعني آمنة لكل العاملين بالمصرف المتحد. طيب خليني أروح مع حضراتكم لوزير الزراعة السيد القصير اللي عقد اجتماع مع قيادات الوزارة لمتابعة حصاد وتوريد القمح في المحافظات ومتابعة العمل في ملفات أخرى. أكد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وحثهم على توريد المحصول وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وشدد على ضرورة الربط بين المساحات اللي تم حصادها والكميات الموردة. دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك ومشاهدي القناة الكرام. يا فندم يعني الدولة بتسعى خلال 3 سنوات للاكتفاء الذاتي من القمح، ودي معجزة لو قدرنا يعني نصل إليها، لأن ده هيوفر لنا نقد أجنبي كتير وهيحرك الزراعة في مصر بشكل رائع، وكل الأجهزة بقى الأجهزة اللي عندها الشون والصوامع والزراعة المسؤولة عن الزراعة والكيماويات اللي بتتحط أو المساعدات اللي بتتحط، يعني ده مشروع طموح جدا، هل هنقدر فعلا نعمل كده؟ هذا في غاية الأهمية ما أشرت إليه حضرتك، أمر حيوي جدا وهو نصب أعين الدولة المصرية بشكل كبير، ولقد رأينا منذ 3 أيام افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح في شرق العوينات، وهناك ملمح لا تخطئه العين هذا العام جديد جدا وهام جدا، وهو مئات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الجديدة في المشروعات القومية الكبرى التي زرعت قمح. أضرب مثال لكلامي بسيط جدا، 90,000 فدان قمح في مشروع مستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة و150,000 فدان في إطار مشروع توشكا، فضلا عن 5,000 فدان قمح في النوبارية وغيرها في عين دلة وفي أسيوط في وادي الشيح وغير ذلك، وفي الفرافرخ 4,500 فدان قمح. هذه المساحات تضيف لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي طبع. بشكل كبير، وتعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال جهود حثيثة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتناغم مع وزارة الري والموارد المائية وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. دكتور أشرف عايز أسأل حضرتك عن الحوافز اللي في رأيك يجب أن تقوم الدولة بتقديمها أكتر من كده عشان نستلهم تجربة القمح في الرز في السكر في باقي المحاصيل الاستراتيجية، عشان مش عايزين الحكاية تبقى القمح فيه مشكلة اليومين دول فلبس عم الدال ده حفز الناس تزرع، يعني تبقى الرقعة ضيقة بس شوية ايه شغالين بيها قمح عشان في أزمة بعد شوية نسيب القمح ونخش على حاجة تانية. أشكرك على هذا الطرح وهذا هام جدا وننادي به دائما،
ولقد قامت الدولة في هذا السياق بتحديد أسعار ضمان للمحاصيل الزيتية ومحاصيل العلف، وحضرتك وجميع المشاهدين الكرام يعلمون الأزمة التي حدثت بالمحاصيل الزيتية ومحاصيل العلف، فتم تحديد أسعار ضمان لفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية البيضاء والذرة الصفراء. يستلزم الأمر توسيع نطاق ذلك أيضا إلى المحاصيل البقولية، الفول والعدس التي تنخفض فيها نسبة الاكتفاء الزيتي. مشكورك جدا أستاذ دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. أخيرا معايا خبر عن مجلس الوزراء اللي وافق في اجتماعه النهاردة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 144-2017، ده بشأن قواعد بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وطبعا ده عشان يتماشى مع السياسة الجديدة لوثيقة ملكية الدولة والصندوق السيادي صندوق تحيا مصر. نص التعديل الجديد على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من وضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين أوضاعهم 6 شهور تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع. طبعا ده هيفتح مجال كبير جدا لوضعي اليد على الأراضي إن هم اللي يبادروا ويجروا يروحوا للدولة ويطلبوا تقنين أوضاعهم، سواء بالشراء أو بالتمليك أو بالإيجار قصدي أو بالتمليك أو بحق الانتفاع. بشكركم وأسيبكم مع فاصل في فيديو خاص بأحد أخبارنا لهذا اليوم، وبعديه نتكلم عن المحور الاجتماعي في الحوار الوطني. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقت جزء محوري من مستقبل الهياكل الأمنية الوطنية، وده حصل بتزايد الاعتماد عليها وعلى خدمات الإنترنت. وبانتشار الإرهاب الإلكتروني والهجمات السايبرانية اهتمت الدول بتطوير أمنها السايبراني، لأن الهيمنة السايبرانية بتكشف لنا بوضوح ملامح الحروب في القرن القادم. فإيه هو الأمن السايبراني؟ ويعني إيه هجمات سايبرانية؟ الأمن السيبراني هو مجموعة الأنظمة التقنية الحديثة اللي بتستخدمها الدول لحماية الشبكات وأجهزة الحاسب الآلي وكل شيء موجود على الشبكة الدولية للمعلومات. وأما الهجمات السيبرانية فدي عمليات في الفضاء الإلكتروني بتستخدم وسائل وأساليب قتال بتشبه في الخطورة النزاع المسلح أو بتحصل في سياقه، واللي ممكن تحرم الناس من الاحتياجات الأساسية زي مياه الشرب والرعاية الصحية والكهرباء. وبظهور تقنية الميتافيرس، وهو مساحة افتراضية بتتيح التفاعل من خلال صور افتراضية ثلاثية الأبعاد عشان تحاكي الواقع الحقيقي، ظهرت معاها أثارها السلبية وتحديداً على الخصوصية والأمن السايبراني. وكمان افتقاد القدرة على تأمين الكم الهائل من البيانات في الميتافيرس ومحدودية خصوصية المستخدمين. فبرأيك هل هينجح العالم في السيطرة على الفضاء الإلكتروني وحماية أفراده من أي تهديدات أو مخاطر؟